السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأجنان من الألف إلى الياء. النهاردة طبعا كلها فيديوهات على فكرة يعني مربوطة ببعضيها، احنا بنشوفوا أي حاجة بتحصل معانا وبننقلك الفيديو عملي. طبعا عنتر اهو اتعود علينا دلوقتي اهو بيجي على طول يجري زي ما انت شايف، بس طبعا عنتر دلوقتي عنده إسهال. لاحظ شايف الإسهال، مش عارف ظهر في الصورة ولا ما ظهرش. ثانية واحدة، تعالى كده تعالى كده شوف الإسهال اللي عنده ده. طبعا الإسهال بسبب كتر اللبن، أنا زودت له اللبن مرة واحدة من ببرونة واحدة، اديته ببرونتين ورا بعض. طب التعامل مع زي ما انت شايف ما شاء الله نشاط وصحة ما شاء الله، مفيش فيه كسل يعني مش ميكروب، يعني انا عارف الاسهال اللي فيه من كتر اللبن، لان انا اللي برضعه رضعته لبن زيادة، انا بالعاني رضعته لبن زيادة عشان عاوز ازود له الكمية، مش عاوز الخروف يخس معايا. بس طبعا تغيير زي ما قلنا من لبن الام للبن بقري لازم بيحصل فيه مشاكل، يعني لازم تتدرج فيه واحدة واحدة قصدي يعني. فطبعا الدواء ده اللبن اللي بيشربه دلوقتي ده حاطط فيه دواء، حاطط فيه دواء ايه؟ هنوريك دلوقتي اهو اسم الدواء، بس يخلص بس باقيها، يخلص الباقي البتاع ده وهنوريك الدواء. طبعا عشان ما نطولش الفيديو هنخلصه من الضروري يخلصهم عشان اللبن ده فيه دواء. بس الدواء عبارة عن برشام ستريبتوكين، الشريط اهو. احنا خدنا برشامة وحطيتها في اللبن ده، برشام عشان خاطر الاسهالات، عبارة عن زي ما انت شايف. بس خلاص يا عم اهو، عشان برضه تبقى عارف اوضح لك الكاميرا بس شوية اهو، لعلاج الاسهال والتقلصات. طبعا انا ان شاء الله عارف ان باذن الله اللي فيه ده مش ميكروب، يعني اللي هو الاسهال اللي فيه ده مش بسبب ميكروب، ان هو بسبب كتر اللبن. فالدواء ده يعتبر فيه ماده يعني ما جبتش الانتينال عباره عن مضاد حيوي فقط لا غير، يعني لو في ميكروب مطهر معوي، وده برضك مطهر معوي، بس في مواد ثانيه بتساعد بتقلل حركه الامعاء فتوقف الاسهال شويه، لان هو اللي حصله ده. لاحظ اهو ممكن هينزل شويه دلوقتي اهو، لاحظ بره فعليته ممكن هي عاوز اوريك شكل الفضلات بتاعته. ان شاء الله هينزل دلوقتي، اهز يلا هو نزل، بس نزل نقطة صغيرة خالص هحاول اجيبها لك على الكاميرا اهي، نقطة اشاور لك عليها بس اهي، ده الاسهال بتاعه ده الاسهال، بس هو طبعا بينزل بكميات قليلة. ده الاسهال طبعا احنا ادينا له الانتينال قبل كده، كنت بستخدم الانتينال لكن المره دي استخدم الستريبتوكين زي ما قلنا، ومع بعض وهنشوف النتيجه. جربنا الستريبتوكين بردك دواء ممتاز في الاسهال، بس ده عباره عن برشام، هو فيه منه شرب، بس لما رحت الصيدليه ما لقيتش غير، طبعا ده بشري ما لقيتش غير البرشام، فجيت ودوبت له البرشامه في اللبن وشربناه اللبن دلوقتي مع بعضينا، وهنشوف النتيجه ان شاء الله بكره او بعد بكره. لاحظ اهو الاسهال يعني باين على الليه بتاعته، بس الشمس اهو ده كده باين شكل الاسهال. على العموم كده مع بعضينا ان شاء الله هنشوف النتيجه، عشان الدواء جاب نتيجه ممتازه يبقى خلاص تسجل عندك على طول برشامه استريبتو. طبعا لو ما فيش لبن، لو الخروف مثلا مع امه ما بترضعوش يعني بيرضع طبيعي، هتاخد البرشامه تطحنها في شويه ميه وتشربها له في الفم بسرنجه. وما تنساش طبعا لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناه ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.